تعتبر المناطق الصحراوية والمهرجانات السياحية فرصة لا تتكرر كثيراً لمحبي التصوير الفوتوغرافي وصناع الأفلام، سواء المحترفين أو الهواة. طبعاً بالنسبة لنا احنا كمصورين، قبل كنا يعني كيف نقول ناخذ مواضيع جديدة، كنا نسافر ونمشي مثلاً نصور في المغرب، نصور مثلاً في مصر، بس توا زي ما تعرف يعني الظروف بدت صعبة شوية، وزي ما تعرف ان يعني معظم المهرجانات في ليبيا توقفت، يعني كان في مهرجان غدامس، كان في مهرجان نالوت، فهذه كلها مهرجانات يعني وقفت حاليا. فاحنا بالنسبه لنا توا مهرجان غات هو يعني فرصه كبيره جدا ان نعاودوا نصوروا من جديد ونستخدموا يعني الكاميرا من جديد، لان يعني تصور ان تمر علينا فترات يعني بالسنه بالسنتين الكاميرا تقعد يعني ما نستعملوش فيها مره واحده. يظلون هنا متجاوزين كل الظروف التي يتعرض لها المصورون، يترقبون اللحظة المناسبة لإيقاف الزمن في صورة توثق التاريخ والأصالة وتنوع الثقافة الليبية. مهرجانات توفر للمصور فوتوغرافي خاصة وحتى التصوير المتحرك أو المرئي الكثير من أوجه الإبداع، يعني من ناحية التراث، تغطية التراث الإنساني، ومن ناحية الموروث الثقافي حقيقة في أوجه جميلة عديدة يعني، وحتى في مثلا لوحات جمالية من ناحية الحرف اليدوية، فرق الفنون الشعبية، التراث متعدد الجوانب. يأمل المصورون في ليبيا خصوصا المحترفين عودة الأحداث والمهرجانات الثقافية والسياحية التي توفر لهم المحتوى والمادة الفنية التي يسعون إليها لتحقيق رسالتهم التي تظهر الوجه الآخر للبلاد بعيدا عن الحروب والتجاذبات السياسية.